السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولف 5. هذا الشخص هون غيروا موتير السيارة، هذا الموتير الجديد مغيرينه، والسيارة ما عم تسحب معهم، عم يطلع معنا العطل. وهيدي السيارة على أساس إنه قال ما في هذا الاي جي ار هذا منه موجود، هيدي من الأورجينال، من الموتير الأورجينال، تمام. عادة هيدي هي الفيشة تبعيتها بتركب هون. عادة هيدي الفيشة بتركب هون. هلا هذا هن فكينه كله او ما بيركب بهذا الموتير، تمام، بيركب هذا هون جوا منه مركب. والزلمة حابب يلغي الاي جي ار هذا. الموتور شتوية جريت هو هون، هذا الاي سي او تبعه، هذا هو. انا بدي فكه وارى والغي الاي جي ار تبعه. هذا هو هيك بده الزلمه، مشان اللي بده يسال ما انا اللي عم بلغيه، هو الشخص حابب يلغي. اوضح السيارة 1.4 لتر من 2003 ل 2005 بنزين، الموتور كود تبعها، وهذا الكمبيوتر رقمه. اذا منلاحظ الخريطة، هذه هي القطعة عفوا، مكتوب هوني ابغاز روك فيلمكس فنتيل، اللي هو AGR او الاي جي ار. هذا هو اللي هم فكينه، هاي فيشته وهي هي الفيشة تبعيته. ان شاء الله خير. هلا انا هذا فكيته وقريته، وحارجع اورجيكم الطريقة كيف. هذا هو رقمه هوني، ما بعرف اذا ببين، تمام. المهم هذا بتفكه وبتحطه بالمبرمجة وبتقرأ. في ناس فيها تقرأ لهذا بالبوت مود، هاي البوت مود هوني، هذا هون بيجي البوت مود. انا حاولت بالكاتاج بس ما مش الحال، بس انا لقالي انا يستحسن وقت اللي فكه لهذا. هون بتحط الفلاش البروسيسور وبتقرا. انا بقرا بهالمكان، انت فيك تقرا باي مكان كان. هذا هو الكمبيوتر. انا وقت اللي قريته هون حفظته باسم. نيجي على هذا البروجرام، ما حدا يسالني على بروجرامات، انا ما بعطي بروجرامات. بدي يبرم هو عليهم بالانترنت، سامحوني يعني. هذا فولكسفاجن، منلاحظ هون مكتوب نفس الشيء هون، اوكي. هو زيته دوبل كليك. هلا منيجي على محل ما حفظناه، فاو في جولف 5، منلاقي هذا هو الاوكي. هلا بيقول لك هون لقى انه في اي جي ار، بتطفي لك اياه ولا ريموف، بمحي له ايه. هلا انت هون اكتب اي جي ار اوف. بنلاحظ هون بيقول لك بالانجليزي انه ما تنسى تعمل شيكسوم، والشيكسوم هذا بيعملوا الوين اولز. هلا هون منيجي على اللي هو جولف،
منشوف هون الفرق بين الاثنين. منلاحظ انه هون عملوا صفر، هذا الاورجينال. هذه اول خطوة. تاني خطوة واللي هي اهم، بنفتح الوينولز تمام. قل له هلا هون نيو داتاي، ناخذ هون الفاو في فاو نسرت الفولكس واجن هيك. هاي هي جولف 5، هذا الاي جي ار اوف هوني. تمام، نفتحه قل له اوكي. لقى عندك هوني في 3 شيكس ومنهم مزبوطين، قل له اوكي. هوني بيسألك بدك تصحح الشيكس، قل له اوكي. نقي الاسم اللي بدك اياه، مثلا فولكس فاجن جولف 5، حطها هيك شو ما كان، يعني مثل ما انت بدك. هيدي لازم هلا نحفظه. طريقة التحفيظ بتيجي على هون البروجكت الاكسبورت امبورت، نحن بدنا نطلعه لهذا الاكسبورت. سمي مثلا سم هون، يقول له اوكي. هلا هون حفظنا فايل جديد، هذا هو اللي هو وين اولز. اذا بنلاحظ، اذا بناخد هذا اللي هلا هو مصححه والايمو وهذا الاي جي ار اوف، بنلاحظ هون الشكسوم تغير معنا، هو هذا صحح ومثل ما بده. اوكي، بهالطريقه هلا انت تفتح البروجرام تبعك اللي هو هذا اوبن، وبتاخد. انا هذا الفيديو عاملهم قبل هلا، بس انا عم بعملكم الفيديو كرمال تشوفوا كيف فولكس فاجن. هذا هو جولف 5، هذا الجديد اللي هلا نحن عملناه. تفتحه بتقول له اوكي، وبتكتبه على الكمبيوتر، بترجع بتلحم كل شيء مثل ما كان وبتجمع وبتتكل على الله. ركبته انا هون هيك مؤقتا لنجرب، وهيدي القطعه. طفى الضوء معه، هذا هون اللي احنا بدنا منه 50 اورو، لانه هذيك مرة كان عندنا ما دفع. نعمل دياجنوزة هالسيارة. بنلاقي انه ما في ولا عطل. اي او يعني ان اوردنو، يعني كله تمام. العطل راح هون عندي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هالموضوع الصغير. هذه جولف 5 مثل ما حكينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.